السلام عليكم يا الطيبين، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله رب الكل بصحة وسلامة. وياكم علي من قناة يوميلات عائلة عراقية بالنفسة، اللي جدد واللي ما يعرفني. اليوم الفيديو مالتنا راح يكون كلش منوع. الفيديو راح يكون بالفطور، وهم سويناكم سقف سمك بعد شكد اقولكم كم شهر. طبعا من تحولت لحد ما مسوية سقف سمك، هاي اول مرة. بما انه اليوم اربعاء، بس هذا الفيديو طبعا حيكون احكيكم التفاصيل بعدين. فهذا كان فطورنا بيوم العطلة، سويت لهم طبعا الراشد دبس عراقي 100%، والمربى والقيمر، سويت لهم فطاير والبيض والطماطم وعليها رشة جبن. فاليوم راح نبدي لكم راح يكون يوم كامل، روتين كامل، وشنو سويت بيه وشنو الهدية اللي وصلتني من العراق. طبعا وصلتني يمكن صار اعتقد شهرين او اكثر، بس هسه يلا نزلت لكم اياها. وسويت لكم كنافل اليوم طريقة جديدة وروعة ومقرمشة، وراح تشوفونها بطريقتها كل سهلة. يعني قلت لكم اليوم فيديو منوع. فهذا كان فطورنا بيوم العطلة، واكيد احنا هسه اجواء الشتاء ولازم هم راشو دبس. وهاي كان فطورنا، وهنا راح نسقف سمك. طبعا هذا الفيديو مال هذاك الاربعاء بس اليوم نزلته، قلت خلي اربعاء اللوخ يلا نزلكم اياه. راح تشوفون الدنيا ظلمه صح، يعني احنا دائما اقول لكم احنا غدانا عشان نفس الوقت، لين بين ما رحت للسوق وبين ما جبنا السمكه وبين ما شغلنا المنقله، يعني تدرون هاي راد لها وقت، واحنا نسوقها مو قريب اكيد يعني. فهنا ستقولوا لي ليش صار هوايه ما تشوين؟ تدرون انتم تعلمين على اجواء مالتي، انا كنت اشوي واسوي. عندي منقلة بس زائرية كلش صغيرة، بس هاي اشتريتها جديدة، يعني مو جديدة، هاي مستعملة، وأكيد نظفناها وعقمناها. فهسا نرجع الأجواء الشوي، أنا تدرون بيا كلش كلش أحب هاي الأجواء، ومن هم يحب هاي الأجواء. فالمهم اشترينا منقلة وجبنا سمكة، وهاي أول سمكة نسويها سقف بهذا البيت، أول واحدة أكيد. أنا السمك طبعا مرة شويناه بالفرن، صراحة مو مثل ما واحد يسقفه أو يشوي على الفحم، ما أعرف ليش غير شكل طعمه. فهذا هم رجعتكم هاي الأجواء الحلوة اللي كنا دائما نسويها هناك بهذاك بيتنا. طبعا هنا مش أقول لكم الأجواء كانت مطر، يمكن واضحة بالفيديو أو ما واضحة، كانت تمطر يعني رغم هاي رحنا للسوق ورجعنا وشوينا، وهو الجو يمطر. تشوفون أكو نف يعني مبين بالتصوير، فشي خفيف شوفوا. فهنا هم كانت تمطر، بس مطر كان كلش خفيف. احنا عندنا البيت بمثل سقيفة فوق، ففتحنا السقيفة حتى لا ينزع المنقلة. وهذا الشكل الأخير للسمكة مالتنا، وتمنيتها قدامكم. وهنا هم خبز عراقي، يعني شوفوا اليوم غدان عراقي 100%، والطرشي هم عراقي، الطرشي النجفي أنا مسويته، يعني اليوم أكل عراقي نقول بحت عراقي 100%. فهاي شكل سمكتنا، راح تقولوا لي بيها دم من هنا؟ لا، هي هيجي لونها حمرة، لا بيها دم مستوي وتخبل. وهسه راح اراويكم شنو الهدية اللي وصلتني، وراها شوفوا الكنافة طريقتها. وهنا اول هدية تجينا طبعا من العراق، مناسبة يعني سكني بهذا البيت. فاول هدية تجينا اول كرتون من العراق، واكيد وفيش نقول يا ريحة اهلنا. شنو مداخل الكرتونة صراحة ما اعرف، بس انا اعرف المصدر اللي دزلي اياها، بس شنو مداخلها ما اعرف. راح يكون راح نشوف سوية شنو اللي بداخلها. طبعا مثل ما نقول احنا شلون، انا غنية واحب الهدية، وماكو واحد يحب الهدية، انا اي شي هدية اتقبلها. وهسه راح نفتح الهدية وياكم سوية، ونشوف شنو اللي بداخلها، ونقول بسم الله. راح نفتحها سوية، لان قلت لكم انا هم ما اعرف شنو بداخلها. بسم الله، هاي هديتي اكيد راح تعطون مستنية المصدر مالتها من شركة ملوية، من شركة ملوية. طبعا الحاج صلاح تراسل وياه على الانستا وقال لي ارد اسلش هدية بمناسبة سكن جديد. هاي مو اول مرة، طبعا ثاني مرة دزلي برمضان همين، خيرات رمضان هم دزلي كرتونة، وهاي كرتونة الثانية. شوفوا راح اراويكم شنو اللي دازلي اياه. طبعا دازلنا هاي البهارات، هنا 12 نوع، وهنا 12 نوع، يعني 24 شكل بهارات. هسه كلها مفتحة وياكم، بس خلينا نشوفهم بعد شنو. هنا
كاستر، هذا كاستر بالنسلة وبالموز، و هاي دفاتر او مفكرة مال ملوية ثلاثة، ان شاء الله واضحة لكم. وهنا كارت، هذا جوز هند ونشدرة، جوز هند ونشدرة. هنا كاستر بالنكهة الفانيلا، وهنا نكهة البرتقال، وهنا كاكاو محلى مطحون، وهنا مسحوق الكاستر، هم كاستر. ودازلنا فانيلا، كرتونة فانيلا، العفو باكيت، وباكيت بيكنج باودر، باكيت بيكنج باودر وباكيت فانيلا. وهنا جلي، أربع أنواع جلي، جلي هنا بطعم الموز وبطعم الفراولة وبطعم هذا الليمون، يمكن إيه الليمون، وهنا بطعم البرتقال، إيه البرتقال، أربع أنواع جلي. وهاي الشاف مالتهم، الدعاية مالتهم، تكبيرة مال زلاطة، كمية دازلة همية، تكبيرة مال زلاطة، وأكيد أقلامهم هالمرة أقلامهم غير شكل طبعاً، شو مرة مدزلي أقلام بس المرة تختلف طبعاً، كلش حلوة ومفيدة. شوفوا أربع أقلام، وهاي مالتهم هاي الكتالوج اللي يكون بيه كل المواد. بهم هسه راح نفتح البهارات وياكم ونشوف شنو هي البهارات اللي دازلنا إياها. طبعا بهاراتهم يعني أنا مو اللي كون هسه، أنا أصلا هي مو دعاية، ولا الرجل طلب مني إعلان ولا طلب مني أي دعاية، قال لي هدية وبس. بس بصراحة بهاراتهم كلش كلش روعة، يعني كان حتى راح أوصي إنه وزن يدزلي هالقد من بهاراتهم كلش. المهم هسه هنا عندنا هذا كركم، هذا ثوم مطحون، هنا كاري، هنا قص دجاج، بهارات مشكلة، دارسين أو قرفة، هنا هيل، طبعا هيلهم كلش نوعي تزيين، وعندهم طبعا وزن، يريد وزن عندهم وزن، لأن أنا قلت له أريد وزن فقال عندنا. هنا بابريكا، فلفل حلو، وعندنا مندي مال مندي مال دجاج، سبع بهارات، هاي مال كبة مال نواشف، وهنا بهارات جدر، وهنا الليم الليمون دوزي. وهسه راح نفتح الكرتونة الثانية نشوف شنو بيها. هنا عندنا هاي بهارات مال بوتيتا او بطاطا نقليها تقليلة يعني. هنا كمون، هنا بهارات دولمة، هنا بصل مجفف او مطحون، نوم بصرة، هاي مال بهارات مال تشويب مال لحم. وهنا عندنا بهارات تشريب دجاج، يعني مال لحم مال دجاج شكلين دازلي. وهنا عندنا هذا الأكيد زنجبيل مطحون، فلفل أسود مطحون، بهارات برياني، طبعا بهارات البرياني مالتهم روعة كلش كلش طيبة. وهنا بهارات قص لحم، فهاي اللي دزلي اياها. هاي طبعا شكرا جزيلا، ورحمة الله عليك على هاي الهدية الحلوة، انا كلش احب هدية بها بهارات، اي استقبلها، اي واحد يزلي بهاراتي استقبلي هدية، لان بهاراتها العراقية بصراحة ماكو مثلها نهائيا. فهاي كانت الهدية، وشكرا لك اخي، ورحمة الله والديك، يعطيك صحة وعافية ان شاء الله. فهذا تونك صار مرتين هو يدزلي، يعني هاي مو المرة الاولى، المرة الثانية. فهاي هدية، وأحلى هدية طبعا أكيد، لأن ما طوبيها بهارات، فأحلى هدية. بالإضافة كتبتهم هاي الأقلام والدفاتر، هاي الدفاتر أكيد راح نستخدمها، كلش حلوة ومفيدة. فهاي هديتنا، شنو رأيكم بيها؟ شكرا جزيلا لك أخي، ورحم الله والدي، قلت لك صحة وعافية إن شاء الله على الهدية الحلوة، صدق فرحتني بيها، وقلت لكم بهاراتها روعة، قلت لكم هذا لا إعلان
لا اطلب مني اعلان ولا اطلب مني دعاية، بس فعلا فعلا بهاراتهم روعة. قلت لكم انا حاليا راح اوصيه وزن، لان بهاراتهم بيها فد نكهة وبيها طعم يعني رهيب، اتمنى انه الكل يجربها. وانتم موجودة ما شاء الله بالعراق بكل مكان، احنا كنت اتمنى انه يتوفر عندنا بالنفسة، بس للاسف ما موجودة. فهاي هديتنا، هم ان شاء الله اتمنى عجبتكم. وهسه راح اسوي لكم طريقه الكنافه النابلسيه. شوف هاي المره خليتها بالصينيه وقصقصها بالسكينه. تنسون اكو عالم يسوي مكينة اللحم، اكو قصقصوه بالمقص، اكو بالسكينه، المهم براحتكم. اهم شيء لازم احنا اول شيء نقصقصها بهذا الشكل، لازم يكون عندنا ناعم حتى يعطينا نتيجه حلوه، وراح تشوفون النتيجه النهائيه شلون صارت كنافه. هنا بعد ما كملته راح اخلي له شكر، راح تقولون الكميه ايش قد كانت مال الكنافه. والله يمكن نص كيلو، انا بصراحه يعني مرات انسى انتبه على الشيء، بس يمكن نص كيلو. وراح اخلي له 4 ملاعق طعام شكر او سكر. هذا الشكر ليش نحطه ويا الكنافه؟ حتى يعطينا القرمشه. راح اشوفون بالنهايه شلون الكنافه صارت عندنا مقرمشه وتخبل. هنا راح اخلي جبت تبسي، طبعا حسوي كميه يعني تبسي شوي كبير. خلينا هنا خبط الدهن والزبد، تدون دهن حار يعني سمنة بلدية. الدهن اللي هو يسألون غير بلدي يعني السمنة حبايبي، سمنة بلدية تريدون سمن عادي، سمنة عادية العفو، تريدون زبد، هذا إن شاء الله اختيارية ماكو أي إشكال، اللي يعجبكم. بس بالزيت لا، لأن الزيت ما ينطي فد نكهة وطعم طيب. المهم حطينا دهن. هاي طريقة جديدة سويتكم إياها اليوم، وراح أرش عليها شوية صبغات اللوزينة. هو طبعا ما يعرفون صبغات اللوزينة، بس احنا بالعراق اكيد يعرفوها. بس اي ملون غذائي بس يكون ما بملح، ما بملح. راح نرش شيء خفيف، اليوم ما حخلي بالعجينه، راح اخلي بالدهن. راح تشوفون النتيجه شلون حتعطيني اياها بالاخير. خبطتها ويا الدهن، شوفوا شلون صار لونه بهذا الشكل، حتى يعطينا لون الكنافه اللي يبيعوها بمحلات. وراح نساوي اكيد حتى كله ياخذ لون، او طبقه هي راح تاخذ كلها لون واحد. المهم هنا سهل هاي العجينه مالتنا مال الكنافه بعد ما قصصناها وكملناها، واكيد انا قلت لكم دوبت زبد ودهن. راح اخلي عليها، طبعا قلت لكم ما اخلي بيها هوايه، لان انا حطيت بجحب الصينيه دهن هواي، فخلي فشي بسيط. راح اخلي شوي شويه واخبطها الى ان احسها يعني هي كلها تلابست بالدهن، بس لا تحطون كمية هواي اذا فهمت قصدي. نحط شوي شوية ونخبطها بايدنا، بس المهم اريد العجينة كلها تتلابس بالدهن، بس لا تحطون كمية هواي، لان احنا حطينا بشعب الصينية دهن حتى نصل عندنا كلش دهينة. المهم راح اخبطها بهذا الشكل لحد ما احس انه جانست كلها بالكامل. شوفوا شوي شوي احط واسويها بايدي، ما نحط كمية اللي قدام هواي. راح تقولون ايش قد حطيت الدهن، ما اتذكر ايش قد حطيت لان ما قست، بس انتم مثل ما اقول لكم حطوا شوي شوي وخبطوها لحد ما تشوفوها صارت بهذا الشكل، كلها تلبست ويا الدهن. هسه ايش راح اسوي؟ راح اخلي طبقه اولى، الطبقه الاولى شوي نوعا ما اصير افخن، راح اصير من فوق. راح اخلي طبقه اولى ونساوي اكيد داير مداير، ما نخلي بيها طرف يعني او فتحة أو فشي حتى ينزل عندنا جبن جو وتلزق بالصينية. لازم الأطراف كلها أو الوسط كلها تتساوى بشكل واحد مثل ما تشوفون. هسا أنا خليتها راح أساويها بيدي، وبعدين هم راح أكبسها. لازم تنكبس، من تنكبس راح تعطيكم نتيجة كلش حلوة. هسا شوفون أول شي بس مجرد أن عدلتها بإيدي، لازم أعدلها بالبداية. وهسا راح أجيب تبسي ثاني نفس هذا، لأن أنا هذا عندي من عنده هواية، فراح اكبسه بيه حتى تعطيني يعني كلها قالب واحد. طبعا اذا عندكم غير شيء تبسي بايركس، انا دائما اسوي بايركس، اول مره اسوي تبسي فافون. فهنا جبت تبسي ثانية وضغطتها كلش قوي حتى تنكبس عندي وصير قالب واحد. ناسه بعد ما كبسناها راح خلي بيها جبن. نوع الجبن اليوم حخلي غير شكل، هذا الجبن الموزاريلا، وراح اخبط هذا الجبن. هذا جبن شويه نوعا ما بيملوحه، بس مو مالح كلش مثل جبن العرب، بس ملوحته بسيطه، فالشي بسيط. حبيت اكسر على الحلا، حبيت شويه بيه نكهه ملوحه يصير بالكنافه، بس اذا فهمت قصدي مو كلش قويه هيش اسمن، يعني حتحسين اكو يعني شلون نقول، تحسين شويه طعم اكو ملوحه، بس فالشي بسيط بسيط جد ما تتوقعون.
لان دا شوفوا الكنافات اللي بيبيعوها مو دائما جبنها حلو 100%، بيها نكهة ملح بس خفيفة. فالمهم خبطنا اليوم، اني هذا خبطت الجبن وخبطت وياه موزاريلا، والكمية جد هاي اختياري، لان اكو عالم تحب هواية جبن، اكو عالم تحط اسمن جبن. انا عندي عدة طرق مو بس هاي، كلش هواية منزل الكنافة. اذا تحبون راجعوا ملف الحلويات موجود بقوائم التشغيل، عندي حتى بالجبن وبالقشطة، عندي بس بالقشطة، عندي بالجبن بس غير نوع غير شكل. فأنا أحب كل فترة نزلكم شكل حتى يعجبكم سووا، بس هاي الطريقة لا، هاي خرافية يعني، جربوها وراح تترحمون والدي والأخوي، لأن الطريقة كلش طيبة وغطت في النكهة وطعم يعني مثل مال المحلات. المهم هنا بعد ما برشناه راح أرش بهذا الشكل داير مدار، بس شوي نحاول أطراف لو كلش يعني صر بيها حتى لا تلزق بالتبسي ومن تنقلب تلزق عندنا. بس هم لازم تساويها، وقلت لكم هاي الكمية شغلة اختيارية، تريدون تحطون هواية تريدون تحطون قليل. يعني شوفوا كمية جيت حطيت، يعني هاتشت هواية بارشة بس هذا اكتفيت بيه، والباقي شلنا خليناه بمجمدة مع لي اي شيء. وهسه هم اكيد راح هم اكبسها وراح اساويه. كل ما تحطون طبقة كبسوها حتى تعطيكم نتيجة حلوة. هسه راح نخلي الطبقة الاخيرة، قلت لكم هاي اقل من الجوة، الجوة صارت شوية افخم، لان اكيد راح تسألوني الطبقة الجوانية راح تصير فخينة وهذه نوعا ما شوية اقل. فهسه راح نكمل الطبقة كلها، هم لازم تساويها حتى كلها تعطينا شكل واحد. تدرون احنا هسه الشتاء واكيد لازم حلويات وهاي شغلات كلش يعني واحد يحبه يفضله، فدائما اقول لكم ليش تشترون السوق، اكو امور تقدرون تسووها بالبيت وتكلفتها ممكن ما تعطيكم ربع الكميه او نصف الكميه. هسه ايش راح اسويها؟ هم راح اجيب التبسي وراح اكبسها، راح اخليها فوقها واضغطها حتى تنكبس. كل ما تنكبس قلت لكم تعطيكم نتيجه حلوه مثل مال المحلات. طبعا هنا انا كبستها بس بصراحه ما بيها حيل، فقلت للبرهومي تعال انت كبس لي اياها. فابراهيم هو طبعا ضعيف قدام الكنافه، ذب حيله كلها بيها حتى يكبسها كبسه زينه. هسه هنا قلت لا بعد يرادلها، فحيرجعها وشوفوها ما حيكبسها. قد ما تكبسوها تعطيكم نتيجة أحسن. طبعا هنا بهذا الوقت شغلت الفرن، شغلتها بس من جوا هالمرة، ما حشوية من فوق من جوا سوية، لا شغلتها بس من جوا، راح أشغلها بس من جوا وراح أخليها بالفرن. يعني أنا لو عندي طباخ كان سويت على الطباخ الغازي، بس أنا طباخ ماتي كهربائي ما يخدمني، يعني مو في الطباخ الغازي. اللي عنده طباخ الغازي حاولوا سووا على الطباخ تعطيكم هم نتيجة كلش كلش حلوة. المهم هنا خليناه بالفرن وشغلنا قلت لكم بس الجوة، درجة الحرارة راح تسألون شقد، خليت على 200، وبعدين شغلت الفوق والجوة، حسيت شوية أخذت لون من جوة، شغلت الفوق والجوة. هسه ايش راح أسوي؟ طبعا هي الجوة بعدين ما مستوية زين، ايش راح أسوي؟ راح أقلبها التبسي ثاني نفس حجم هذا، بس شو نسوي؟ لازم الأطراف أول شي داير مداير بهذا الشكل حتى لا تلزق عندي وتخرب عندي. الأطراف كلها دار مدار، سويتها بسكينة أو بشطل بس حتى خاف أكو جبن طالع لازق بالتبسي، وراح أجيب تبسي ثاني راح أخليه فوقها وأقلبها. ليش؟ لأن أريد أني الوجه مالته يتقرمز زين. شوفوا هسه راح أقلبها، حشوفون لونها شلون حلو صار، كأنه الكنافة هي لونها هيج، شوفوا شلون لونها. بعدين ما مقرمش زين أكيد راح أرجعها للفرن، شغلت بس الفوق من رجعتها مرة ثانية وطتني هاي النتيجة، شوفوها الله عليكم شلونها. هسه هي حارة، دشون دهنها كلش قليل، هي حارة راح أخلي عليها ريش ريشة راح أخلي عليها شيرة باردة، هي حارة والشيرة باردة راح نخلي عليها الشيرة. إن شاء الله اختيارية، أكو ناس تحبيها كلش هواي وأكو ناس اسمن بيها، باي إن شاء الله اختيارية. راح نخلي عليها شيرة بهذا الشكل داير مداير حتى كلهم تتساوى، وأكيد الوجه لازم إحنا نزينه، هاي إن شاء الله اختيارية. راح تقولوا كل شوي حطيت لا خليت قليل، لأن أنا أدير في شيء بسيط يعني، بس داير مدار حتى تساوى عندي. فهسه كملناها وهذا شكلها. فهسه إيش راح نسوي؟ أكيد راح نزينها بالفستق الحلبي أو فستق المفلع أو أي نوع مكسرات أو بدون كل شيء براحتكم.
اللي موجود عندكم. فبهذا الشكل زين انت شلون مكان تشوفون شلونه. بس المهم هي اهم شيء الطعم والنكهه مالتها، يعني ما اوصف لكم اياها. والقرمشه هسه راح تشوفون بالفيديو قرمشتها، راح اقص لكم اكيد قطعه وراويكم شكلها شلون صارت، وراح اسمعكم صوت القرمشه. بس انتوا راح تسمعون صوت القرمشه وانتوا حكموا. يلا خلينا نشوفكم بعد، راح اجرب الكنافه وراح ادز الصور على الانستاماتي. الانستاماتي نفس اسم قناتي، سمع القرمشه. ها حبايبي شلون، الله عليكم، سمعتوا صوت القرمشه؟ وراح تشوفون شكلها وشكل الجبن شلون صار. واسفه طبعا على هالمناظر، اكيد هو راح يكتبوا لي، بس يلا روح سووها سهله، ترى ما راد هاي شيء. وشوفوا يا عيني يا عيني، شوفوا الجبن، بس شوفوا الجبن شلونه. يلا شوفوا شوفوها شلونه، يلا منيتها قدامكم طبعا رهيبه. وشوفوا هنا أنا طبعا ابراهيم شو راح يقول قلت لكم ابراهيم عندي كلش كل ضعيف قدام الكنافه. أنا كل واحد عندي هنا أدفت شيء يعني مميز بالبيت. فهنا عندي برهومي هو الكناف أدفت شيء. فهنا هاي شوفوا، وشوفوا الداخل تراويكم بطنها شلون صار، شكلها حلو ومساوي وشكلها من فوق مقرمش. وهاي قدامكم، ولف عافية على اللي يسويها مقدمة لهنا. وراح أقول لكم مع السلامة للجميع. يا رب حقا، اطلع كارثة.